نبتدي بقى نفكر في مباراه يوم السبت القادم. مباراه يوم السبت القادم واحده من المباريات الصعبه، نهائي دوري الابطال. وانا اسف، انا قلت لكم امبارح انا كل يوم هقول الكلام ده، معلش اعذروني اليومين دول، لكن انا كل يوم هقول هذا الكلام. واحده من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي في تاريخه. يا عم اسلام انت بتقول ايه؟ ده كايزر تشيفز فريق ضعيف، وفريق ما عندوش فكره، وفريق ما عندوش لعيبه، وفريق ما عندوش مدرب، وما عندوش جمهور، وما عندوش وما عندوش وما عندوش. انا من امبارح للنهارده لما كنا قاعدين هنا امبارح مع حضراتكم قلت الكلام ده، قلت لكم ان هتظهر حملات ان يا عم النادي الاهلي ده فريق جامد قوي، وفريق كايزر تشيفز ده فريق ضعيف، وهذه ليست الحقيقه. اليوم الاربعاء ان شاء الله هيكون معايا كريم سعيد واحمد ثابت، هنوري حضراتكم كيف يلعب كايزر تشيفز، وكيف وصل كايزر تشيفز الى نهائي دوري الابطال، وهل يستحق بالفعل ان يصل الى نهائي دوري الابطال ولا لا. الموضوع صعب للغايه، موضوع صعب جدا، ومباراه صعبه جدا. انا متاكد من وعي جمهور النادي الاهلي، وعارف ان كل جمهور النادي الاهلي مش هينظر لمثل هذه الحملات اللي هي حملات الطمأنينة اللي أنا اتكلمت عنها امبارح، لن ينظر لها جمهور النادي الأهلي، لأنها حملات ضد النادي الأهلي. خدوا بالكم، يعني لما تلاقي حد ما بيشجعش النادي الأهلي طالع يقول لك إيه؟ ده محمد شريف ده عالمي. تعرف على طول إن هو بيودي محمد شريف، هو محمد شريف مش محتاج شهادة حد، ولكن أنا بتكلم بشكل عام إن الفترة اللي جاية هتلاقي مثل هذه الحملات، ويجب على الجميع أن يتصدى لمثل هذه الحملات. مباراة صعبة، مباراة من وجهة نظري هتكون الأصعب في دوري الأبطال. عدينا بالترجي، وعدينا بسان داونز، وعدينا بمباريات في دوري المجموعات، ولكن هذه المباراة هي المباراة الأصعب في دوري الأبطال.